بسم الله والله أكبر كبيرا سبحانه بكرة واصيلا. الآن بفضل الله تعالى أذكر لكم بعض أبيات قال أخ لنا وهو محمد عبد العزيز صادق. محمد أي اسم نبينا عليه السلام مضاعف. وبعد جي العبودي للعزيز الذي لا يقال، وأنت صادق بفضل الله تعالى حين قلت ستعود يا مصر الرسول عليه السلام مباركا وقدر غير مبارك لأنه تحت نير شر الخلق عند الله وهم الصهاينة المحتلين لأرض المقدسة وغيره في عزة ستعود في عزة وكرامة وإباء ستعود عودا بالنصر يا مصر الرسول المنصور من لدن الناصر ستعود بالنصر العظيم مظفرا مستهزئا بسواعق الأعداء القنابل الصواريخ الكل وغدر الغادرين وعد من الله العزيز بنصرة للحق بعد القهر والإيذاء. هذا القهر هذا القريب لعل سيموت ويموت أصحابه معه والإيذاء لأنهم ليس لهم شأن مدى حياتهم إلا إذا ما بقي من أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبعد يقول أخونا محمد وخذ قلوب المسلمين بصرخة وأقذف لهيب الثأر في الأحياء. اليوم العمى قليلة جدا والقليل هذا هو دخل في مرحلة الثأر. وأعد على الأسماع سيرة خالد لنفيق من لهو ومن أعياء الأسماء الأمة الفاسدة اللي تدعي أنها أمة الإسلام هي ضربها الأعياء لشرب الناس لأن زاغت عن طريق الله. واذكر صلاح الدين الأيوبي واذكر صلاح الدين صف إقدامه وفداءه كما أخونا حسن نصر الله عليه رحمة الله. واذكر صلاح الدين أي الأيوبي اللي هو مش من العرب مش من الكرم صف إقدامه وفداءه لك يا مصر رسول الله عند كل بلاء كل ما تجي محن إلا تلقى أمثال صلاح الدين حاضرا. واذكر لنا حطين إن حديثها روحي التي أحيا بها وذيائي نور لطريق أو كلما أطلقت فيك مشاعري ورفعت صوتي صارخا ببكاء ودعوت قوم للجهاد ونقوم بئس القوم كرب المدعي الإسلام غير ما يكونوا من أهل الرب. ودعوت قوم للجهاد وللفداء قالوا خيالات من الشعراء يعني يتهموني احنا ونقول ننطقوا احنا كالصعب اهل الصبر و
أهل الجهات يقولون أنتم تتخيل أنتم زبديني راهم موجودين غير الواقع، هما الواقع متاعهم رجوع إلى سطوة اليهود والنصارى الأقصار. سأظل أشحذ فكرتي نزيد نوضحها وعزيمتي متصديا للحملة المكرة، حملة كما تقول أنت ربما من أشر حملات الكتاب الكروزات سي لا بير بتدر لا بير دي بير كروزات. سأظل أشحذ فكرتي وعزيمتي متصديا لحملة المكرة متحديا كل المصاعب زاحفا للنصر. وهنيئا لك يا حسن يا نصر الله زاحفا للنصر رغم مصائبي وشقائي. وأقول للداء الذي في موطني أنا لست ممن ينحني للداء. داء الاستعمار والقهر والإذلال داء عضال خلصنا منه ربي في القريب العاجل. فإذا سقطت ولم أنل أمنيتي فوصيتي ستكون للأبناء موتوا فداء الأقصى جميعا. وعلموا كما توفحنا توفي في مرحلة من المراحل طوفان الأقصى. موتوا فداء الأقصى جميعا واعلموا أن الحياة بعالم الشهداء. اللي فلن يحيى هما في العندية عند الذي أحيا وأمات سبحانه وتعالى على طول المدى.